هناك طريقة لإبعادهما، وأظنني أعرفها. سيدي، أريني، اجمع أشياءك. أنت جاهز؟ اذهب. واحتفظ بالباقي أيها الوغد. إلى أين سنذهب؟ للمعبد في وايلدوود. لماذا؟ سيوضح الأمر حين نصل هناك. هل قال أودين شيئاً وأنت بالخارج؟ أجل، قال إنه لم يعد يقترث لأمر يوتنهايم، وليحتفظ العمالقة بأسرارهم، فسيتجنب راجناروك بطريقته. أيعرف أن جميع العمالقة ماتوا؟ ما يقلقني أنه لم يعد يهتم لذلك. على ما ينوي. ماذا حدث هنا؟ قريب جداً من المنزل. أيحارب الغزاة بعضهم بعضاً؟ ليست سهامهم، هناك شيء آخر. اقتربنا من الجسر. أوه، يبدو أن الجسر تداعت. فلنعثر على طريق آخر إلى المعبد. ماذا جاء بك وحدك إلى هنا يا راودتني أحلام، استدعتني لهنا. أحلام؟ واو، هذا ما زال حيا. لا، انظر عن قرب. غزاة هيل الآن؟ من يفعل ذلك؟ هذا تفاؤل أن نظن أن عدوهم سيصبح صديقنا. أهلا. اللعنة يا أخي، ماذا كان هذا؟ شيء قوي وخطير. استعد. أجل، أنا مستعد دائما. أيا كان هذا فإنه سريع. أتذكر حين قلت إن هناك من لديه إجابات حول العمالقة ولوكي؟ تقصد تير، إله الحرب القديمة في تلك الأراضي، الميت. بالنسبة لرجل ميت، يبدو أن أودين حريص على ألا يتم إيجاده. حقاً، إنه يعلم أن تير يمكنه توحيد العوالم ضده، كما أن تير حليف. أسمع شيئاً. اقترب. Yeah!
حسنا، لقد عاد من الموت بطريقة. هذا العمود لم يكن في الطريق آخر مرة. كما كنت أقول، كان تير حليفاً للعمالقة، لذلك سيكون في صفنا إذا وجدناه. ولو هناك من يعلم من أنا، فسيكون هو. لو هو بالجوار، فسنبحث عنه. وكيف لا نفعل؟ هذه احتمالات كثيرة يا إتريوس. ما الذي تعرفه؟ سترى قريباً. ما رأيك؟ أتخيل ما وجده الفتى، ولكنه يقول إن معه دليل. لقد قطعنا كل هذا الشوط، فلنرى ما الأمر. موتى كثر، علينا أن نتحرك. فات الأوان. استخدم النصال، أحرقهم. هزاء يا سارة. خلفك انتبه. خلفك يا أخي. نيران من فوقك. خلفك انتبه. أليس رائعاً أن الشتاء العظيم أفسد كل السحر المفيد الذي اكتسبناه؟ لكن الأهوال الجديدة تزدهر نوعاً ما، كما هو متوقع. انتبه يا سارك. صعد، أمسكه. اقتل رجل الشتاء. أجل، صحيح، ترى من يقصدون. لنتسلق. هيا بنا. لقد تحسن إلى حد كبير. ما
مشهد مروع. ضربة من خلفك. رأيت نصيبي من سفك الدماء، ولكن هذا كثير للغاية. أولى أخي أبي وفرمين يا سحر مرحب. متربص، انتبه يا أخي، أظن أننا وجدنا المفترس الذي نبحث عنه. قرونه تتوهج، لعلها نقطة ضعف. اقتحام الشتاء العظيم وفريا والغزاة وثور وأودن ومتربصون يفترسون غابتنا. لم يعد هذا مأوى آمنا. أبي، الدرع التي منحتها أمي لك. ثور دمره، ولكن الآن ربما يمكن للأقزام أن يروه. ربما لاحقا. هيا فلندخل من هنا. لما نحن هنا يا أتريس؟ حسنا، أتتذكر كل الأضرحة التي وجدناها؟ وكانت تروي قصص العمالقة، تحكي اللوحة اليسرى أصلهم واليمنى مصيرهم. أجل، وجدنا الكثير، رأيتها. في الواقع تطوي أكثر مما أدركنا. العمود المنهار جديد، ولكن الضريح على الجانب الآخر. سيساعدنا. هل هناك شيء على اليمين؟ فلنذهب. هيا. ريان، هذا غير معتاد. هيا. أتريوس، مهلا. لا أظنه سينتظر.
ما هذا يا فتى؟ أين نحن؟ في مكان يراه العمالقة فقط. هذه الأضرحة تحكي قصتهم، لكن يبدو أن القصص الحقيقية، القصص السرية، مخبأة هنا بالداخل. أتذكر قصة سكول وهاتي العمالقة الذئاب؟ أصهرهما أودن لظنه بأنهما سيساعدانه عندما تبدأ سيطرته على راجناروك. أتذكر. هذه ليست كل القصة. هذا يبين أن العمالقة حرروا سكول وهاتي. أهم أحرار؟ أنحن بالماضي أم المستقبل؟ حسب نظرتك لها. يتحدث كعملاق. أترى الذئاب بأمان في مكان ما في فينهايم؟ ليس أول مكان سيبحث فيه أودن. هناك يطاردون الشمس والقمر، عادات قديمة. حتى انظر، تمت سرقة القمر بطريقة ما. أترياس، أترى لم يعد هناك ما يطارده هاتي؟ يقال إن السرقة السماوية جريمة بلا ضحايا. لست متأكداً من هذا الذي جاء وأنفض القمر ثم حجب القمر الشمس. كسوف كلي، لم أرى مثله منذ مئات من فصول الشتاء. ثم طاردوا سهما وعادت الأمور إلى طبيعتها. ما علاقة كل ذلك ب... سنتطرق لهذا. انظر، ها هي راجناروك. هل ترى من يقود الجيوش ضد أودن؟ هذا هو تير. إذا كان موجودا في راجناروك فهذا يعني أنه على قيد الحياة، صحيح؟ ميمير، أيمكن هذا؟ أخبرني أودن أنه قتل تير وكان يثق بي ذلك الوقت، أو هكذا ظننت. ماذا لو لم يكن قتله؟ ماذا لو كان احتجزه في مكان ما طوال هذا الوقت؟ عدنا للاحتمالات، كفى. مهلا، سنعود إلى المنزل. مهلا، بقي شيء واحد لكي تراه، إنه هناك. ما هذا؟ كل ما وجدته، كله تقريبا. هذه من صنع العمالقة. ذهبت إلى يوتنهايم؟ لا، وجدتها بأحد الأضرحة. أحد الأضرحة؟ كم ضريحا زرت؟ أنا حسنا جميعها؟ ما وصلت إليها في ميدغارد على الأقل. لا أعرف ما هذه، لكن مهمة كحالي كل هذا. حين كنت في أحد الأضرحة رأيت صورة تير في الأسر، لكن لم أعرف أين. تم تلميحات بالأضرحة تشير لدخان أسود ونزيف الأرض، لكن لم يسعنا التبين. يسعنا. سندري كان يساعدني. اسمع، أنا أقنعته. لم تكن فكرته. كنت أحتاج إلى من يحميني. دخان أسود، أرض نازفة، سجن موسبلهايم. لا أظن، أودن لا ذكر له في العوالم البدائية، لكن الأرض النازفة أظنه منجماً. أهو عالم الأقزام؟ سفارتلفاين اقتراح جيد. مناجمهم دخانها أسود، وكانوا تحت إمرة أودن لزمن طويل جداً. قضي الأمر، تير موجود في سفارتلفاين في منجم ما. إذن ما العمل؟ الديار. من هنا يا فتى، حتى لو نظرنا في أمر البحث عن تير، كيف سنصل إلى سفارتلفاين؟ تعلم أن أودن قد أحكم إغلاق كل سبل السفر بين العوالم. قال سندري إن لديه فكرة بشأن هذا. سندري مالك الأفكار. الأرض تبدو مشقوقة هنا.
ماذا يوجد في الأزرق؟ سنعود لتحطيم الأشياء للمتعة والربح. هذا ممتع. ميمير، ماذا سمعت عن عرض أودن؟ مع الفتى؟ ليس الكثير، لقد خرجوا، ولكنه أخبرني عن الأمر. لن أقلق. ماذا عن الأشياء التي لم يخبرنا بها؟ أتتذكر أول ترول قتلناه هنا؟ أتذكر أنك فقدت السيطرة. لا بد أن تحذر يا أخي، الخطر وشيم. هل ستقاتل بدون درع؟ ليست المرة الأولى. أخي، كلمة. لا تستخدم فضول الفتى ضده، إنه يعود لصغار سنه. لقد تعلمنا الطاعة في صغرنا. وهل هذا ما تتمناه له؟ يا أخي، إنه سيسلك مساره الخاص. إذا كنت تريد منه أن يبقى معك، فتعقل واسلك معه مساره لفترة. إن تمكننا من إيجاد طريقة للسفر إلى سبارتلفاين، سنجد كل أنواع المعدات المفيدة. كفى، سنذهب. حقاً؟ ولكن إن لم نجد تير، ستتخلى عن بحثك للأبد. حسناً، لن تندم. كريتوس، أنا هنا. سندري، أنا حقاً لا أصدق. أهذا أتريوس؟ مضى وقت طويل، كم كبرت. أجل، هل تلحقاني بي؟ ذكر بروك أنكما بحاجة لمكان آمن للمبيت، وأعتقد أن بإمكان قزميكما المفضلين مساعدتكما. أما زلنا قزميكما المفضلين؟ لا نعرف أقزاما غيركما. وافق. تفضلوا يا أصدقائي. أين سنذهب؟ أنظف مكسورة في العوالم التسع، وأفضل أن تظل كذلك. لا أقصد أحداً بعينه. كريتوس، بعد حادثة ثور فكرنا في إخلاء بعض الأمان حتى تعرف خطواتكم التالية. كدنا نصل. كما ترين، استقررنا هنا في العالم ما بين العوالم. ليس رائعاً، لكنكما آمنان من الشتاء العظيم ومن عيون أودن، والمنظر لا يقاوم إذا كنتما من محب الفراغات الرمادية اللامعة. مذهل يا سان، لدينا خطة لنخبرك بها.
هذا مشوق. هيا ادخلا الآن. امسحا قدميكما بحرص شديد. سأنتظر. لن تمسحاها صحيح؟ حسناً. غرفة النوم وهنا مكان المطبخ. هل تريدان تصبيرة؟ كريتوس تصبيرة؟ لا أحتاج تصبيرة. ما نحتاجه الوصول إلى سفارتلفايم لنقوم بإنقاذ تير. هل تير حي؟ أقصد هذا ماذا؟ لا بأس، لقد أخبرته بكل شيء. عاونت ابني على عصياني. لا، أنا كنت أرعاه نيابة عنك. لا شيء خطير، كل شيء آمن، ليقل أحد شيئاً. الأهم الآن هو أننا نريد الانتقال بين العوالم ثانية. قلت تعرف كيف؟ أجل، أعرف كل ما في الأمر أن الوحل كثير. لما لم تتح الانتقال إلى الآن؟ بصراحة كنا نحتاج مساعدتك في شيء. أوه، الأخوان هولدرا يحتاجان خدماتي. أذكى رجل على قيد الحياة. صحيح بالضبط. أهلاً، لما العاجلة؟ كيف سيسعه المكان؟ من ذاك على أي حال؟ ذاك هو ابني. ماذا حدث له بحق يارنزميدا؟ بات فارع الطول الآن، ويبدو هكذا. اللوم عليك، بحقك لنأتي له بشيء يناسبه على الأقل. إنه يكبر فقط يا أبله، ألم تمر أبداً بهذا في نموك؟ هاي. لا يمكن تغيير ما حدث لتضع حداً للهراء من الآن إن كنت تعرف الصالح. إنه يحاول، صدقني. لنسلحكما أيها المزعجان قبل انطلاقكما. لنبدأ بهذا. مدمر تماماً. ألا تفضل أن أصنع جديداً؟ إنه عزيز علي. حسناً، سأرى ما سأفعله. خلال ذلك، ما رأيك لو أعطيتك شيئاً مؤقتاً؟ لدي ما يكفي لصنع عنصر واحد من تلك الأشياء هنا. أحضر المزيد من الموارد وسنرى ما الذي يمكننا فعله. إذا لم يكن الفتى سيتوقف عن النمو، يجب أن تأتوا باستمرار للحصول على ملابس جديدة. وجدت بعض العناصر التي ضاعت منك، ستجدها في الصندوق. ماذا كنت لتفعل بدوني؟ سأتجول وأتحقق من الشتاء العظيم. سنري عندما تستعد. أعطيها لي، تحتاج بشدة إلى حب بروك. لا مرتجعة. رائع يا سنري، أبنيته بنفسك؟ شكراً. تعال لترى. آمل أن كل شيء بخير. كيف تفتح العوالم؟ سنحتاج فقط إلى شيء من الورشة. اتبعاني واحرص على إحضار الرأس. أين يحتجز تير بالضبط؟ إنه مسجون في منجم ما، هذا ما نعرفه. تعرف أن العالم مليء بالمناجم، عليك تقليل الاحتمالات. تحدث إلى دورلين. من دورلين؟ إنه أحد أقاربنا نوعاً ما، متخصص في مجال السلامة. لديه معرفة بكل المعلومات المتعلقة بالمناجم، وأعرف أنه لا يحب أودين، لهذا لجأت إليه أمك عندما أرادت بدء ثورة. مستعد؟ ثورة؟ أكنت تعرف هذا؟ لا، لم أفعل. قائد ثورة كان يعرف أمي، هذا ما نحتاجه بالضبط. أظنك نسيت. ترى. حسناً، لا يهم،
سأجهزه في لمح البصر. ألقاكما عند البوابة بالخارج. قائد ثورة تورلين يا لتزييف. حسناً، أراك بالخارج يا سندري. سمع؟ سنحتاج إلى مايكروست وراس. برو، ضع لمستك. ها، أنتم تحتاجون مساعدتي الآن إذن. أصبت. صنع هذا الجهاز حسب مقاييسك. سأجعلك تلقي نظرة أفضل على المشكلة باستخدام عيون بايفروست خاصتك. إذن هل أسيطر على هذا الشيء بطريقة ما؟ لا. لا 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 لا. يثبتك بينما تسلط هذا الضوء على عيني. السندري أيها اللعين الأحمق. افتح افتح الآن. كنت آمل ألا أستخدم مشابك الجفوف. افعلها. أجل أجل. جيد، أطلق الآن. لا يزال غير لطيف. هذه إشارتنا. هيا هيا. أنا قادم قادم. بايدو هيرزفيلغر، ما السبب؟ سترى قريبا. علي ضبط. هذا هذا سيفي بالغرض. ها، لا ضرر دائم. سأريك الضرر. كريتوس، ألقني نحوه ووجه القرون. ألا تتقبل المزاح أيها العجوز؟ بايفروست محطمة. بما أننا هيأنا البوابات لاستخدام بذور إجدراسيل، لن تحتاجا طاولة للسفر أو مصباح بايفروست. استخدمته للنور أيضا. حسناً، جيد، سأتوصل إلى حل. لكن أولاً تعال، سأريك طريقة العمل. وجه مفتاحك نحو حروف سفارتالفايم الرونية على اليمين، ثم ركز. تأخذك هذه الأراضي الرطبة خارج نيدا فيلير. اذهب إلى ميدان المدينة واسأل عن دورلين في الحانة. هل سيعرفونه في الحانة؟ لطالما كان دورلين ثملاً متأصلاً. أعتقد أنه تغير تماماً، لكن تجربتي... أردت المجيء معنا؟ ربما آتي، لكن الأراضي الرطبة مبللة وحصدة الأرواح في كل مكان. مخلوقات عدائية ولزجة. بالتوفيق. شكراً. ماذا؟ قلت بالتوفيق. هل تشعر بذلك؟ ما هذا يا فتى؟ أي شيء، كل شيء. إنه دافئ. يمكننا الاستفادة من هذا القارب إذا حررته. احذر يا فتى. صعاليك يسارا. ما سبب سرعتها؟ ضربة من خلفك. خلفك، انتبه.
أرى انطلاقنا إلى بداية حيوية. أترياس، أنت لم تنتبه. لكني حررت القارب. لازلت لا أصدق أن أمي قادت تمرداً ضد أودن ولم تتحدث عن ذلك. حقيقة أن الأمر لم ينجح كانت لتكبح الفكرة. ما فعلته والدتك قبل لقائنا لم يكن من شأني. هل سألتها قط؟ انظر للماء، توجد موارد. إن لم تسأل أمي عما كانت تفعله، عما تحدثتما حين التقيتما، هل كنت تقول أيتها المرأة احرصي المنزل سأصطاد السمك في النهر ثم تغادر 5 أيام؟ لا، والدتك كانت أمهر مني بكثير في الصيد. العجلة تسد القناة. أعتقد إذا أدرتها سنتمكن من العبور. هذه مناطق رضبة، صحيح؟ هذا دقيق. إنها بركة. الرائحة تحرق عيني. تعرف إنها أقوى قليلا مما كانت عليه عندما زرتها آخر مرة. الممر يأخذنا للجانب الآخر من النافورة. لو كنا في ميدغارد لكانت هذه المياه تجمدت في ثانية. أخي، أتظن تجميدها سينجح؟ ماذا لو استخدمت فأسك؟ تير كان صديق العمالقة. ترى هل التقى بأمي من قبل؟ إن كان جزءاً من التمرد. إن هذا ممكن. إله الحرب غالباً ما يدافع عن العمالقة، رغم أنني لا أتذكر إذا كان أعلن الولاء التام من قبل. انتبهوا، امسكهم.
أجل، فلتعاقبهم. خلفك! ضربة من اليسار! يبدو أن هناك طريقة لإدارة العجلة هنا. مهلا، حذر الرجل إن كان على وشك أن ينتهي به الحال فجأة واقعا على أردافه. الأرض، أهذا زلزال؟ عرضي لكن غير نادر حدوثه في سبارتا الفايم. مع التعدين الذي يتم هنا الأرض تنزعج قليلا. كنت أفكر لأن هذا فئة، ربما الفكرة لا تتعلق بأن البرد لم يبدأ هنا، لكن ربما الأمر مختلف في سبارتا الفايم. يا فتى، إن الشتاء العظيم لا يضرب كل العوالم بنفس القوة. غريب أن الشتاء العظيم لا يجلب دائماً شتاءً. إنه كذلك في ميدغارد، لكن كما ترى الآثار هنا تبدو أكثر غازية بطبعها. لاحظ النافورات، لاحظ الرائحة أمامك. هذه الآثار كانت موجودة من قبل بشكل ما، ولكنها الآن وصلت إلى حد أقصى جديد. إنها في كل مكان. هل غطوا النوافير؟ إننا نحتاج إلى تحريك هذه العجلة، ولكن المياه لا تصل إليها.
جمدنا إحدى النافورات. هل هناك نافورة أخرى؟ هل تلك النافورة هناك اشتدت قوتها؟ الضغط تغير في النافورات عندما جمدت النافورة. هناك موقع مميز، سنرى منه بشكل أوضح. ضربة من اليمين. أبي بالأعلى.
وجدت شيئا مفيدا؟ موقع مميز، سنرى منه بشكل أوضح. هذه مهارة الأقزام. إلى القارب. لو الأقزام في هذا العالم كبروت وسنري، فمن الصعب أن يتحيزوا لأودن. حسناً، في كثير من الأحيان لا يرى الناس أي شيء سوى مصلحتهم الشخصية. أودن قدم لهم الأمان، وتحديه قد يشكل خطراً. ربما يحتاجون اثنين من الآلهة ليتخذوا صفهم. أتريوس، لسنا هنا لهذا السبب. لقد كنت أمزح. الحرب ليست مزحة، خاصة فيما يتعلق بالآلهة. يبدو يا أتريوس أنك تنوي ضم تير حليفاً للحرب. أحاول أن أتوقع كل الاحتمالات. فلنتحرك، يسعدني خروجنا. نستكشف عالماً جديداً، ربما نستمتع بالدفء فحسب. علينا فتح البوابة حتى نصل إلى نيدي بولير. أخي انظر، ذلك المزعج ظهر ثانية من الأرض. سريع جداً. كيف سنمسك به؟ أحط به، هاجم من الخلف. جيد. ميزة. علي الذهاب خلفها، لكن كيف؟ لابد من وجود نقطة أفضل، حيث نهجم عليها دون أن ترانا. نجح؟ لنرى ما سقط منه. أبي، بالأعلى.
كدنا نصل. لابد من وجود سلسلة لإنزال بوق البوابة. هناك سلسلة يمكننا سحبها. بإمكانك كشف النافورة من هنا؟ أظنني وجدتها. إذا جمدنا النافورة ستدور العجلة. العائق يسقط. ما زالت هناك سلسلة أخرى. كيف سنصل إليها؟ نيستا. لا أعرف كيف سنصل للسلسلة. آخر لإصابته؟ نيستا. لا أعرف كيف سنصل للسلسلة.
أيمكنك إصابة الحبل الذي يحمل العائق؟ 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 أحسن. أترى شيئاً من العائق؟ رأيك أن نجمد النافورة أسفل العجلة مثلاً؟ أيمكنك إصابة الحبل الذي يحمل العائق؟ ما رأيك أن نجمد النافورة أسفل العجلة مثلاً؟
قصيدة أخرى لكافاسير رفيعة المستوى. اجمع أي قصائد تجدها. يا فتى اسمح لي، ماذا تريد أن تتعلمه من تير بالضبط؟ حسناً، كما قلت كنت آمل أن يخبرني شيئاً عن لوكي، وأريد سماع بعض قصصه، سفري إلى أراضٍ أخرى، أمور العمالقة، وربما عما كان القتال عليه قديماً. للتاريخ فقط بالطبع. التاريخ. فلنامل أن يكون تير في مزاج يسمح له بالتحدث بعد حبسه طويلاً. ليس كل أسرى أودن يتمتعون بفصاحتي الساحرة. الزلزال الذي وقع، أتظنه سيتكرر؟ هذا غير محتمل، لكن تميل الاضطرابات الجيولوجية إلى المفاجأة. إذا كانت النافورات والرائحة أسوأ هنا بسبب الشتاء العظيم، فربما الزلزال كذلك أيضاً. أترياس، انظر أمامك. الآن هذا مظهر مدينة حقيقية. أهلاً بكم في نيدافيليار يا إخوتي. هي أقزام. أوه، إنهم يهربون. إنذار. لن أستخدم إنذاراً كهذا إلا إذا كان لا يزال لدي جسد، وكنت أخشى فكرة انفصالي عنه. لما كل ذلك لنا؟ إنهم خائفون. أخشى أنه بالفعل إنذار. لماذا يختبئ الجميع؟ كن متأهباً. مرحباً، هلأ تحدثنا لي؟ مشاكل، رجاءً.